السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي وازيكم. معاكم سومة في البيت البسيط، والنهاردة هنعمل حاجة حلوة، هنعمل جاتو بطريقة حلوة وجميلة من غير بقى لا خلاط ولا دقيق ولا بيض ولا أي تعب خالص. هنعملها في 3 دقايق، هنعمل زي ما انتم شايفين الجاتو الحلو ده من غير لا دقيق ولا بيض ولا خلاط ولا فرن، وتقدمي احلى قطع جاتوه لاولادك ولضيوفك. ايه رايكم نشوف الجاتوه الحلو ده اتعمل ازاي؟ يلا بينا يلا بينا. بس قبل ما نعمل الطريقه، انا ليا ليكم طلب يا حبايبي، تدعموني وتدعموا قناتي بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد وكل بسيط، وكمان ما تنسونيش في اللايكات عشان اتشجع واستمر. هو ده طلبي عندك يا حبايبي. ان عجبتكم الجاتو بتاع النهاردة ووصفة النهاردة، ما تنسونيش بالاشتراك والدعم. ودلوقتي نقول لكم يلا بينا ونشوف الطريقة. يلا بينا وعلى بركة الله، وهنقول بسم الله ونبتدي. انا معايا هنا هو 3 بكاوي من البسكويت، معايا نص سكر، 4 معالق كريم جانتي، 4 معالق من اللبن البودرة، 3 معالق من الكاكاو الخام، ومعايا قشطة من وش اللبن، معلقتين كبار او 3 معالق كبار زي ما تطلع معاكي. هنبدأ نطبق الحاجات دي. اول حاجة هسمي بسم الله وانزل باللبن، انا معايا زي ما انتم شايفين كده مية بتغلي، انا لسه مفضيها من البراد، كوباية هنزلها. كده بقلب الخليط كويس جدا في بعض اهو. انا كده حطيت باكوين، قلت ما نشوف الاول انا محتاجة التالت ولا لأ. انا كده فعلا هحط كمان التالت، يعني انت تحطي البسكويت على مقدار اللي انت عاملاه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نخلط المكونات بقى دي كلها وندخلها في قلب البسكوت. كل المكونات بتاعتي دخلت، اصبح دلوقتي بقى كده بقى جاهز عندي. بعد احنا بقى ما خلصنا الخليط بتاعنا ودخلناه في بعض، هبدا ان انا اجيب بقى عندي قالب كيك، صينيه، اي حاجه عندك. هنروح احنا حاطينها كده اهو، بس هنحط كيس بلاستيك عشان نقدر نشيله وننزل الخليط ده كده. انت لو عندك القالب الكيك اعملي فيه على طول ودخليه في قلب الفريزر بالقالب، بس انا عشان ما عنديش عشان كده انا رحت داخله مدخله الاجزاء زي ما انتم شايفين كده اهو، مدخله الاجزاء في بعض زي ما انتم شايفين كده وطبقت عليه اهو بس. وهبدا ادخله في الفريزر لمده ساعه. حطينا الخليط بتاعنا في قلب الفريزر لمده ساعه، اديني جبناه، وبعد كده هبدا ان انا انزل عليه بصوص من الشوكولاته. وانا جايبه الشوكولاته اهي مدوره، ممكن اروح انا عاملاها كده كشكل. ممكن تبشري عليها شوكولاته بالطريقه دي. ودلوقتي بقى ما احنا ما عملناها بالشكل دوت وحطينا الكرات والشوكولاته المبشوره، هنحطها في التلاجة لمده ساعه وبعدين نرجع نقطعها. احنا بقى نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بعد احنا ما قطعناها، بصوا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصي تقدميها بقى لضيوفك، تقدميها لاولادك،
يعني شكلها جميل جدا. وادينا رجعنا لكم بعد ما خلصنا الوصفه بتاعتنا والكيكه السريعه البسيطه اللي انتوا شايفينها بالطريقه دي، يعني لما تقدميها لاولادك او ضيوفك لاي حد، اولا مش هتاخد منك وقت وطعمها تحفه وشكلها جميل، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه بالطريقه دي. فيا رب وصفه النهارده تعجبكم، واذا عجبتكم وصفه النهارده ما تنسونيش باللايكات عشان استمر وعشان اتشجع، وكمان ما تنسونيش بالدعم لان محتاجة دعمكم جدا جدا عشان استمر وقناتي تستمر واعمل لكم وصفات كتير جدا. واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معصومة في البيت البسيط.